ليش لم تتبقى سيدة رئيسة؟ عندنا مسألة هو أن أنت الحمد لله سيدة رئيسة أنك مباشرة بعد انتخاب مجموعة من الإخوان والأخوات في مختلف الأجهزة والمؤسسات الممثلة في جامعة الدار البيضاء طالبت بتفعيل يعني جات تتبقى. واليوم احنا المجلس الجهوي للحسابات ربط المسؤولية حتى الجنائية الأعضاء ديال لجنة التتبع، واليوم غنتوجه لإخواننا أننا اليوم غنفعلوا لجنة التتبع في مختلف الأجهزة. حنا جايين دابا نهضروا على المركب محمد الخامس، لجنة التتبع السيدة الرئيسة راه غير مفعلة في مجموعة من الأداء، وصيفتي رسالة لكل عضو لكل عضوة من أجل الواحد يتحمل المسؤولية ديالو في أي مؤسسة ينتمي إليها. فاليوم هذه الأحداث اللي وقعت الأليمة والأخيرة يعني غنجددوا منها هذه الدعوة إلى تفعيل الدور المنوط بهذه لجنة التتبع. بالنسبة للمركب محمد الخامس السيدة الرئيسة، هناك الكثير من الطين والقلب، يمكن لنا الدورة ما تسمحش أن نرجعوا للجنة الدائمة لنشرحوا للإخوان والأخوات على المستجدات والحيتيات، وبغينا كل لجنة التتبع يكون عندها تقرير لا بد من أن الأعضاء يتوصلوا جميعا ب 31 عضو بمختلف يعني الديسيزيون أو القرارات المتخذة. سيدة الرئيسة، بالنسبة لمجموعة من الشركات المحلية عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكارثة اللي وقعت في المركب محمد الخامس، انطلقوا من كازا أمينة جنوب اللي كانت عندها اتفاقية سيدة الرئيسة لم تحترم في عدة يعني بنود. هذه الاتفاقية تم توقيعها خلال ولاية الصالحة، ولكن اليوم السيدة الرئيسة لابد من فتح تحقيق حول مجموعة من الملاحظات رجعت بها المجلس الجهوي للحسابات حول مختلف الشركات ديال التنمية المحلية اللي فتحات واحد مجموعة ديال الأوراش دون من اللجوء لا للمجلس الجماعي، دون الاحترام لا للمجلس الجماعي لا في بعض المرات الى المجلس الاداري للشركات. السيده الرئيسه كازا باتريمون دات مجموعه من الاصلاحات تسببت في الهدر ديال المال ديال العام من خلال مجموعه من التجهيزات، سواء على مستوى النظام ديال الصوتيات سيستم دو سونوريزاسيون، على مستوى السيستم ديال التبريد او الكليماتيزاسيون. هناك مجموعه من الاختلالات كبيره السيده الرئيسه وقفنا عليها، الله يجزيك خير السيده الرئيسه. اليوم لابد من اننا نحملوا مسؤوليه ان من وقعت هذه الاحداث مجموعه من الناس شارك اصابع اتهام الى المجلس، والمجلس بريء من جميع الاتهام الباطله، لان اليوم الجماعه هي انتدبت واحد الشركه هي تتنظم، واكثر من هذا راه الانديه الوداد والرجاء هما تنظموا، والدليل هو ان الكاف الى وقع شي مشكل في الملعب راه ما تتعاقبش الجماعه او كازا ايفنت، باش نادي شكرا. مسؤولية ديال كازا، مسؤولية ديال عدة أجهزة غنناقشوها إن شاء الله كما جعل السيد النائب الفوضى. شكرا على المنتقدين.